النماء والرخاء، والناس تشوف مصالحها وتشوف مستقبلها ومستقبل اولادها. ان عمر الخصومات وعمر الشحناء وعمر الزعل والعداء ما بيجيب سلام ولا بيجيب موده ولا بيجيب رخاء ولا بيجيب اقتصاد لبلدنا ولا بيجيب. هو دايما لما نعيش في بيئه كلها محبه وموده واخاء وموده بنرتفع مستوانا ومستوى اولادنا ومستوى بيوتنا ومستوى بلدنا كلها. نتوجه بخالص الشكر لفضيله الشيخ محمد زكي رئيس لجنه المصالحات والساده اعضاء مجلس النواب الحاضرين والغائبين والاخوه رجال الدين بجناحي الازهر والاوقاف والاخوه من اعضاء لجنه المصالحات والعمد والمشايخ ورجال الاداره في كافه البلده والبلاد المجاوره ودائره المركز. توجه بخالص الشكر للاجهزه الشعبيه.